تكبروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. من شرح كتاب من كتاب شرح الحكم العطائية، قال المؤلف رحمه الله: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لا إله إلا الله. النهي عن الشيء أمر بضده، كما أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فترك النهي سلامة، وفعل الأمر غنيمة، والسلامة مقدمة على الغنيمة. لذلك آثر جانب النهي بالذكر وضمنه الأمر وضمنه بالأمر. فصحبة المثبطين في حضيض الحظوظ التي لا تنهض هممهم إلى الأوج العلي، أوج إلى الأوج العلي، ولا تجل قلوبهم في المنهج السوي، فرؤيتهم قسوة وصحبتهم شقوة، وأقوالهم في الخوض واللعب مستعملة لا تنتج حكمة، فالحكم عنها محجوبة والمعاصي لها مصحوبة. فأي فائدة في صحبة لا تنهضك أحواله ولا تدلك أقواله، ولم تهدى بأفعال ولم تصلحك أعماله. فالصحبة في طريق أهل الله أصل كبير ومنهج منير، كما مضى عليه أئمة الطريق وعلماء التحقيق، كيف وأول من شرع مناهجها وأعذب أجاجها وأنار سراجها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هم الأصحاب والسادة الأنجاب، والصاحب يشرف بشرف صاحبه. لذلك لم توازى فضائلهم ولم تدرك وسائلهم، مع أن غيرهم اجتهد أعظم من اجتهادهم في الأعمال، ولم تساوي جبال غيرهم أقل ذرات أعمالهم، وما ذاك إلا لما فاض عليهم من آثار الصحبة وهواطل غوامر القربة. وصحبة مع الله ومع رسول الله ومع أولياء الله ومع خواص عباد الله ومع عموم خلق الله، ولكل صحبة أدب وحد. فالصحبة مع الله هي الأصل، وعليها يبنى أساس الدين وعماد اليقين. إما أن تصحبه بامتثال الأمر واجتناب النهي، ويكون نصب عيانك وعند سمعك ولسانك، فتحفظ ما استودعك وترعى ما استرعاك في جميع أحوالك وأقوالك، فهذا في صحبة العموم لله. الله أكبر. بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما صحبة الخصوص فهو أن تفنى عن أفعالك وتغيب عن أوصافك، فتكون لديه حاضرا وإليه ناظرا. وأما صحبة خصوص الخصوص فأن تضمحل عن الأوصاف وتنمحق بقايا شعورك بذاتك وإنيتك وظهور اثنينيتك مع ما أنت عليه من الصحو والقيام بوظائف العبودية والانطواء تحت توليات الربوبية والغيبة عن ظهور الحدثية ومضادة الثانوية بظهور الأولية والآخرية، هو الأول والآخر. والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ وصيته وتحكيم شريعته وحسن متابعته في جميع أخلاقه ومنورات أفعاله وباهرات أقواله على التمام إلا ما اختص به دون غيره. ولا تحكم رأيك على سنته، بل يكون هواك تبعا لما جاء به دون تعقل أو تأمل. وإجلاله ومحبته ومحبة أصحابه وأهل بيته ومودتهم، وإجلال من قام بشريعته ومحبة
الفقراء وإيثار الآخرة على الدنيا وإحياء مشاعر الدين والنصيحة لكافة المسلمين وعدم الغش وتبييت ما لا يرضى من القول والعمل إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره. بعد رضي الله عنكم إلى أن قال: ولو كانت الخلق كتابا والأشجار كتابا والأشجار أقلاما والبحار مدادا من كرائم أحواله وعظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأن تحفظه في جميع ما وصل إليك من أمره ونهيه بعد مماته كما في حياته، ليكون لك من الصحبة الخاصة حظ ونصيب، فمن حفظ ذلك أتى يوم الجمع بعد طول الاشتياق إلى التلاقي بميزتين: ميزة الصحبة مزية الصحبة على الغيب، ومزية اشتياقه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وشوقاه إلى الإخوان مؤمني آخر الزمان، فينال من الإكرام رتبة الحبيب القادم من الغيبة على أهل المكان، فيا لها من بشارة لمن صحبه صلى الله عليه وسلم من أهل آخر الزمان. لذلك ضاعف له المثوبة وخفف عليه العقوبة، حيث قال: العامل منهم كخمسين منكم. قالوا: بل منهم. قال: بل منكم. وقال أيضا في التخفيف: من عمل بعشر ما أمر نجا. فالحمد لله. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا مسبب الأسباب ويا معطي بغير حساب ويا موفق من شئت لمسلك الهدى والصواب ويا مرسل المصطفى محمد سيد الأحباب ويا من أنزلت عليه الكتاب، صل وسلم وبارك وكرم عليه في كل لمحة ونفس كما يليق بجودك وكرمك ومكانته عندك، وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وعلى من تبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل القرب والعرفان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين في كل شان وحين وآن، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن. أما بعد، فإن الله رتب على المصاحبة شؤونا كبيرة وأحوالا عظيمة في الدنيا والبرزخ والآخرة، لذلك لا يمكن أن يوصف أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم بوصف أبلغ وأجل وأكبر من أن يقال أصحاب محمد أو من يقال صاحب محمد صلى الله عليه وعلى أصحاب وسلم، فإن الصاحب له وهو مؤمن به معرض لأن يرقى في اللحظة والنفس أعلى مراق في القرب من الحق الأقدس جل جلاله ونيل حقائق المحبة وسراية أنوار اليقين التام بما لا يمكن مع غير هذه الذات لا من قبل ولا من بعد. فإن كان المرء من جليسه فمن هو هذا الجليس؟ ومن هو هذا الأنيس؟ وما مقدار ما في حضرته من عطاء القدوس النفيس؟ بذلك كله حذر صاحب الحكم من أن تصحب من لا ينهضك حاله، فبمجرد أنه لا ينهضك حاله يكون في صحبته خسران وفي صحبته ضياع لعمرك أغلى شيء وفوات لعطايا يمكن تحصلها، فكيف إذا كان إلا حاله يسقطك ويبعدك؟ ما هو ما ينهضك فقط، العدو يكسلك ويبعدك ويزيدك غفلة، فهذا صحبته سم. لما تحب السم؟ وهو يسري في جسدك فيقتلك. يقول: لا تصحب من لا يضهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله، يزيد في إيمانك، يزيد في تعظيمك لله ولأوامره ولنواهيه وللآخرة، كلامه لما يتكلم معك تزيد تعظيم للحق، يدلك على الحق، تزيد اهتمام بأوامر الحق جل جلاله،
تزيد نفرة من المحرمات والنواهي، هذا يدلك على الله ما قاله: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله ما قاله. وهكذا: واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب، ولا تصحب هديت من افتتن. وكانوا يقولون في تقرير التأثير بالمصاحبة: الصاحب ساحب، يسحبك، لكن إن كان فوقي بيسحبك لفوق، وإن كان سفلي بيسحبك إلى تحت بسفلبك، والعياذ بالله تعالى. فانتبه من هذه الصحبة ومن تختار أن تصاحب، واعلم أن لك مصاحبا لا صاحب مثله، محيط بك قادر عليك، لا يكون شيء من أمرك إلا بإذنه، فاعلم حق صحبته، فإن عرفتها فتستقيم صحبتك مع بقية المصاحبات التي يذكرها الشيخ عليه رحمة الله تعالى: صحبة الحق تعالى، صحبة الرسول محمد، صحبة الأولياء، أولياء الله جل جلاله وتعالى في علاه، وصحبة عوام الناس، وصحبة من ذكر عندنا خمسة يأتي معنا الآن. بيقولوا السلامة في ترك النهي أن لا تصحب من لا ينهضك حاله، فترك النهي سلامة. والغنيمة في فعل أمر أن تصاحب من ينهضك حاله، ولكن السلام مقدم مع الغنيمة، تطلب الغنيمة وأنت ما أنت سالم، سلام أول. يعني ما تنفعك صحبة الأخيار إلا إذا انقطعت عنك صحبة الأشرار. ومن صاحب الأشرار علموه سوء الظن بالأخيار. إذا صاحبت الأشرار يعلقون قلبك بسوء الظن بالأخيار حتى لا تنتفع بصحبته. إذن فاقطع المادة المفسدة هذا أول، حتى تستفيد بالمادة المثمرة المصلحة. انقطع عن أهل الغفلة وأهل الركون إلى المعاصي وأهل التساهل بأوامر الله، سواء تلاقيهم مباشرة بأجسادهم أو تقرأ كتبهم أو تنظر إلى صورهم في جوال أو إيباد أو جهاز من هذه الأجهزة. لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله، إلا العمر بيضيع، والفكر والوجهة والنية، وبتخرب وتفسد الأخلاق. لا تصحب من لا ينهضك، سلام أول. فالسلامة مقدمة على الغنيمة، اترك النهي، لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك، ثم اطلب الغنيمة بعد ذلك بصحبة الأخيار. قال صحبة المثبطين في حضيض الحظوظ التي لم تنهض هممهم، تنهض هممهم إلى أوج العلي، ولم تجل قلوبهم في المنهج السوي تمضي فيه، فرؤيتهم قسوة، صحبتهم شقوة، وأقوالهم في الخوض واللعب مستعملة لا تنتج حكمة، الحكم عنها محجوبة، والمعاصي لها مصحوبة، فأي فائدة في صحبة من لا تنهضك أحواله ولم تدلك أقواله ولم تهدى بأفعاله ولم تصلحك أعماله. مثل الجليس سوك نافخ الكير، وإذا جلست مع نافخ الكير قلت شعلي من ريحه، ما فعليك منه، بيصل إلى أنفك ولا مخك، أرشيته ما بيت رايحة كريهة، قل أنا بجلس عنده رايحته له، رايحته له ذا، ما هو ذا بحكم السنة قائما رايحة تدخل إلى أنفك من دون استئذان منك، بتستأذنك رخصة تدخل أو لا، وكيف تدخل؟ طيب بتشم بعدين، أو تطير شرارة من حقه الكير، وعادة بتستأذنك إذا طارت وتدق في جبهتك ولا يدك ولا صدرك ولا تحرق ثوبك ولا تجي في عينك وأعمت عينك، بعد ما بتستأذنك إيه؟ فلا تقعد ما روح هناك بش بغيت من صاحب الشرار. فماذا تريد بالأشرار؟ الله لا إله إلا الله. يقول: فالصحبة في طريق أهل أصل كبير ومنهج منير، كما مضى عليه أئمة الطريق، ويقولون بعد الصحابة في تراجم التابعين تابع التابعين التابعين تابعين صحبة فلان صحبة فلان وفلان صحبة فلان،
تأدب بفلان هكذا. يقول كيف وأول من شرع منهاجها وأعذب أجاجها وأنار سراجها أصحاب سيدنا رسول الله، هم الأصحاب الأنجاب، والصاحب يشرب بشرف صاحبه، فلهذا لا لم توازى فضائلهم ولم تدرك وسائلهم عليهم الرضوان. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، لأن هذا صاحبهم وهذا شيخهم، هيا هات لي أصحابك وشيوخك، أحد معكم مثل هذا؟ ما يتأتى، فلا يمكن أحد يكون مثلهم ممن بعدهم عليهم رضوان الله تعالى. ويقول والصاحب يشرب بشرف صاحبه، قال ولم تساوي جبال وغيرهم أقل ذرات أعمالهم رضي الله عنهم لما فاض عليهم من آثار الصحبة وهواط الغوامر القربة. فذكر أنواع الصحبة، قال الصحبة مع الله ومع رسول الله ومع أولياء الله ومع خواص عباد الله ومع عموم الخلق، خمس. تمام، لكل صحبة أدب، يشير لك إشارات إلى الصحبة مع الله، عسى إذا فهمت يتولع قلبك، وإذا تولع قلبك لمع النور فيه. إذا تولع قلبك بمراعاة ومراقبة صحبة الحق لك، صحبتك مع الحق، الله الله، هنا يبدأ لمعان النور، وإذا أشرق هذا النور انفسح له الصدر وانشرح، ودونك الارتقاء في شؤون ما يمكن الحديث عنها ولا تجد الألفاظ تعبيرا صحيحا لها. فأشار إشارات، قال هي الأصل، الصحبة مع الله هي الأصل، كل صاحب كائن من كان يفارقك في أحوال وينقطع عنك في أحوال، لكن الحق تعالى لا أيام سمو بداية خلق روحك ولا أيام تنقلك في الأصلاب كلها والأرحام إلى عند بطن أمك، ولا أيام كنت نطفة ولا أيام كنت طالب، إلا وهو معك، ولا مضغة ولا علقة ولا خروجك من أمك ولا طفولتك، معك. يقوله وعليها يبنى أساس الدين وعماد اليقين، وإنما يرتقى بسلم الإسلام والإيمان للإحسان بشهود هذه الصحبة أن تعبد الله كأنك تراه، إما أن تصحبه بامتثال الأوامر واجتناب ما نهاك عنه. هذا أول الصحبة، أول حسن صحبتك مع الله مهما عقلت ووصلت إلى سن البلوغ، تجاوزت مرحلة الطفولة، فأول حسن صحبتك مع هذا الإله الذي آمنت به امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهي الخلعة الأولى في لباس التقوى، ويكون نصب عيانك وعند سمعك ولسانك تراقبه في مرتبة تطلب بها التحقق بالإحسان، فتحفظ ما استودعك من أمانات الأعضاء السبعة والقلب، فترعى هذه الأمانة استودعك إياها، لا من عندك جاء قلبك، ولا من عند بيك وأمك، ولا من عند شعب ولا حقوق دولة، ما شيء جاء إلا من عنده، أعطاك القلب وأعطاك السمع والبصر، وديعة من عنده، فتحفظ ما استودعك وترعى ما استرعاك في جميع أحوالك. هذه مع عظمتها قال صحبة عموم المؤمنين، بس الله هذا العموم المؤمنين عدل، وما وقعنا حتى من عموم المؤمنين وعوام المؤمنين، فمتى نصل إلى أهل الخاص؟ قال عموم المؤمنين هذه صحبتهم مع الله، امتثال الأوامر وتناب النواهي، ويجعلون نصب عيونهم وعند أسماعهم أبصارهم، يراقبون ويحفظون ما استودعهم إياه ويرعون ما استرعاهم، هذا صحبة عموم المؤمنين، أول قدم في حسن الصحبة مع الخلاق. طيب ما لك اختيار في ترك صحبة هذا، وإن غفلت وإن رحت هو معك على رغم أنفك. طيب أما صحبة الخصوص مع الإله فهو أن تفنى عن أفعالك بشهود أنه الفعال
بتحقيق سري، والله خلقكم وما تعملون. فيبدأ الأنا ذي عندك تسكت، تحل محلها هو، تروح أنا ويجي هو، وهو اللي يوفق، ونشي فضيلة عندي منه ومن فضله، والفضل له. ولا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أيوة، أن تفنى عن أفعالك، ومن هذا الفناء عن الأفعال أن تفنيها في منهاج الشريعة، ما تخرج عن ميزان الشريعة، خلاص تبقى مقيدة أفعالك بفعل الشريعة. فيكون مفتاح أن تفنى عن أفعالك بشهود الفعال، تقيد فعلك كله بالشريعة، ما تدخل إلا حيث أمرك، فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. يقول تفنى عن أفعالك وتغيب عن أوصافك، وتراها موهوبات معطيات مستودعات من الحق، عندك أوصاف. أما الوصف الذي جعله لازم لك وبيعله فذلك وعجزك وضعفك، هذا ملازم لك على كل حال في كل الأحوال. وأما ما عدا ذلك مما يعطيك من الأوصاف الشريفة الفضائل فمستودعات يعطيك إياها من الفضل، مستعارات عارية يعطيك. بس هذاك عجنه بذاتك، وصف الذلة والعبودية والمسكنة والفقر معجون بذاتك، ما تقدر تتخلص عنه أبدا، هو فيك. أقريت أو ما أقريت، اعترفت أو ما اعترفت، أدركت أو ما أدركت، عملت بمقتضى أو خالفته، أنت فقير ذليل حقير مسكين عبد، هذا وصف لازم للملائكة والإنس والجن والجميع الخلق، الله أكبر. لكن أوصاف أخرى يعيرهم إياه ثاني تطرأ عليه. فالفضائل منه معطاه سبحانه وتعالى، لكن ما هو أصل وصفنا، ما هي أصل وصف، إلا موهوبة لنا منه، وإن شاء رفعها وإن شاء تكفر حق المعطي المعير المناح سبحانه وتعالى. فتكون لديه حاضرا، لأنك ما عاد ركزت صنم فعلك ولا صنم وصفك، أفعالك وأوصافك اضمحلت بشهود الفعال الوهاب. فحينئذ ما تبقى لك أسماء، تروح أسماءك، تمام، يبقى اسمه فعله وعطاؤه. طيب عاد باقي قال لك خصوص الخصوص في صحبتهم لله، وعاد خصوص الخصوص إن العوام قد حيرنا أمرهم، وذل الخصوص، وعاد هؤلاء خصوص الخصوص، والعوام على درجات، والخصوص على مراتب أيضا ودرجات، وخصوص الخصوص كذلك. الله. أما صحبة خصوص الخصوص فأن تضمحل عن الأوصاف وتنمحق بقايا شعورك بذاتك وأنيتك أنا، وظهور اثنينيتك بوحديتي، تضمحل اثنينيتك ما عاد إلا واحد، ثم ترتقي إلى رتبة الأحدية، قل هو الله أحد. قال يحصل لك هذا في مقام يسمونه البقاء مع ما أنت عليه من الصحو والقيام بوظائف العبودية، تمتثل وتقيم وتجتهد وتقرب وتبعد وتوالي من أجله وتعادي من أجله وتحب من أجله وتبغى من أجله، وأنت فاني مضمحل عن الله. إيش هذا؟ هذا حق خصوص الخصوص. ويمكن تعرف مبادئه إذا وصلت مرتبة الخصوص، أنت ما تحققت بصحبة حسن الأدب العوام، العوام عادك ما حصل، وتقول لي إيش هذا، إيش هذا بغتنا، إيش أقول لك؟ ابدأ، قم بمسألة التحقق بحسن صحبة العوام المؤمنين، بتبدأ تذوق معنى صحبة الخصوص، أطلع إلى رتبة الخصوص بتبدأ تذوق هذا الكلام، مع صحوهم وقيامهم بالأمر يشهدون اضمحلال أفعالهم في نفس الوقت بفعل جل، كما كان الأنبياء والمرسلون
ويقول سيدنا إبراهيم لقوم والله خلقكم ما تعملون، ويثبتوا ما أعطي من ذلك الاختيار والترتيب، ويقول إني ذاهب إلى ربي سهدي، أنا ذاهب إليه. الله أكبر. ونظر نظر وقال إني سقيم، تولوا عنه مدبري. وطالله لا كدنا أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وكسر الأصنام وجعلت قوم بالأعمال وضايف العبادات، ولكن يعرف أن الأمر من فوق وتنزيم فوق، ما هو معرفة، ذوق وجدان وعيان ومشاهدة. هو اللي ارترب الرتب العلى سيدنا الخليل هذا، حتى في كيفية إحياء الموتى رأى عجائب قدرة الأصنام في إحياء الموتى، فأراد أن يرقى فيه إلى أعلى رتب الذوق في معرفة إحياء الحق لكيفية إحياء الحق للموتى، وأراد أن يجاوز النور البصيرة إلى البصر ويشاهد مشاهدة كيفية إحياء الموتى. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي، مع أنه قد قال عنه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات لكن عادوا يترقى يترقى ويقول أرني كيف تحيي الموتى. بلو لم تؤمن، وانت على رتبة حق اليقين في هذا؟ قال بلى، ولكن يطمئن قال يريد زيادة. قال بسم الله، خذ 4 من الطير صورهن لقطع رؤوسهن وضع كل خل الجساد هنا عندك، ووزع رؤوسهن على الجبال، حط الجبل الفلاني يحط فوق الرأس، وبعد الجبل الثاني يحط فوق الرأس، والثالث، واجعل على كل جبل منهن ثم ادعهن. انت بنفسك يعني اجعلك تحيي انت الموتى بإذني، مشان تشوف كيف أنا أحيي الموتى، ثم ادعهن يأتينك سعيا. وزع رؤوسين وحطين، وكل رأس يجري 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 دخل في جسده من دون ما حد يختلط ذا بذوق، رجعت كما كانت، وشاهد ببصيرته وبصره ما لا يعبر عنه. أرني كيف تحيي الموتى، صلوات الله عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. قال أن تضمحل عن الأوصاف وتنمحق. وإذا رأينا بعض متعلقين بالخير والخير يوم يقول لي ادعو الله لي، مرة إيش يعني يسحقني يمحقني، يقول هنا من الدم عندي. قال هكذا يبغى الله يعني شهودي، أنسحق وأمهق، ما عاد يبقى لي شعور بوجودي مع وجود الله تبارك وتعالى، ما يبقى وجود لنور الشمعة إذا جينا بالسراج الكبير، فكيف إذا طلعت الشمس وأنت مخلوق، إيش لك من وجود أمام وجود الخالق؟ الوجود له الحقيقة، أنت له أوجدك إيجاد مجازي وإيجاد مؤقت بأمره، الوجود اللي له جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا هذا الصحبة مع الله جل جلاله، لا إله إلا الله. بعدين يقول في صحبة خصوص الخصوص، هو الانطواء تحت والقيام بوظائف العبودية، والانطواء تحت توليات الربوبية، والغيب عن ظهور الحدثية، ومضادة الثانوية بالواحدية، بظهور الأولية والآخرية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، خلاص فلا عاد شيء يحجزك عنه، لا أول ولا آخر ولا الظاهر ولا باطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذا الصحبة مع الحق، صحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، صحبة مع الرسول، صحبة مع الرسول، ونعادك في دار المصطفى صلح صحبة سواء، وإن كانك في حلقات علم المصطفى، وإن كانك تقرأ القرآن الذي أنزل على المصطفى صلح صحبة سواء. مصاحبة هذا الرسول، أدركنا الوقت لحضور جنازة الشيخ عبد الرحمن بن شيخنا شيخ علي بن سالم الخطيب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ابتدانا حفظ القرآن عند الشيخ علي بن سالم الذي حفظ كثير من أهل البلد كتاب الله تبارك وتعالى، وكان يحضر الروح في مسجد بعلوي عند الوالد، وكلمه من أجل أحضر عنده إلى قبة بمريم، ونحو 8 سنوات كنا، وقال لي يوم هو خارج من الروح، روح عند الشيخ علي يقول له متى بغت أن أجي الساعة أجي إلى القبة، فجيت إلى عنده وابتدأنا عنده حفظ القرآن. عنده كان يعبد في الصباح مقرأ وفي العصر مقرأ، 8 مقاري
للمحفوظ درس، ومقرأ في الصباح ومقرأ في المساء، مقرأين حفظ وثمانية وثمانية درس، جزء درس كل يوم ومقرأين حفظ. وكان مولع بالقرآن لا يكاد يغلط من أول القرآن إلى آخره في كلمة، ويقرأ القرآن حتى وهو نايم. وقال الحب مشهور عليه رحمة الله، العجب أنه لما ينام مرة ثانية يقرأ من حيث وقف، من حيث وقف أول مرة يقرأ يواصل أقضي جزء، بعد يختم خدمات في النوم حقه في النوم. ومكث في خطابة جامع تريم سنين طويلة أشبان عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حتى مريض آخر عمره، وكنا نطلع إلى بيته هذا الذي تنزل منه الجنازة اليوم وابن الجبان، ونقرأ عنده هناك. أفادنا عليه رحمة الله تعالى، ورحم الله عبد الرحمن ابن أبي سائر أصوله مفروع بالرحمة الواسعة، جعل قبره روضة من رياض الجنة، وهيأ له كريم النزل لديه، قابل روح بأسنا ما يقابل أرواح المحبوبين والمقربين وأهل اليقين، وألحقه سلفه الصالحين، وأعاده من الآفات والآيات، وجعلها أبرك الليل عليه وسعد الأيام لديه، وجمعنا بفداء الكرم رضا عنا، وبارك في أولاده محفظ مصباتهم، ورحم موتانا موت المسلمين بالرحمة الواسعة، واجعلنا وياكم من ترعاهم عين العناية في جميع الشؤون في الظهور والبطون في خير لطف عافية. حمد اللهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.